نيجي بقى نتكلم مع حضراتكم عن موضوع مهم، يمكن على مدار التاريخ كله بحث الإنسان على اختراع يقدر من خلاله إن هو يحاكي النمط البشري في التفكير. ويمكن خلينا نقول لحضراتكم إنه الذكاء الاصطناعي كان مجرد موجود في الخيال العلمي، كنا بنشوفه في أفلام الفانتازيا، ولكن في 2018 تحديداً أصبح الذكاء الاصطناعي موجود على أرض الواقع، مش بس في الخيال. في نقلة كبيرة جداً حصلت في هذا المجال، وبالأخص زي ما كنت بقول لحضراتكم في 2018 بقى الأداة الرئيسية اللي موجودة في كل القطاعات. طيب الذكاء الاصطناعي ممكن نستفيد منه في إيه؟ أولاً الذكاء الاصطناعي ممكن إن هو ينقذ حياة الآلاف من الأرواح، يخفف المعاناة من خلال التنبؤ بكوارث قد تحدث في المستقبل، بالإضافة طبعا أنه بيدخل في مجالات مهمة جدا زي الزراعة وزي الطب، التنوع البيولوجي، التغير المناخي، التعليم، الصحة. الذكاء الاصطناعي مرتبط بجودة الحياة بشكل كبير جدا وتحسين مستوى معيشة الشعوب. إحنا هنا في مصر دخلنا بقوة في هذا القطاع، وأصبح لدينا جامعات، عدد من الجامعات، وأولها طبعا كفر الشيخ اللي كان في زيارة للرئيس ليها، بتدرس علم الذكاء الاصطناعي. فكرتنا نتكلم عن أهمية هذا العلم، سلبياته إن وجد، المخاوف بعض الناس، أهميته في أنه هو يحسن من جودة الحياة، جهود مصر كمان في هذا الإطار.